العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم. مجمع الملك فهد إمتى شكر؟ جغرافيا إن شاء الله. دوس على البازل. جغرافيا والسود. يقع نهر الليفي بإحدى دول شمال غرب أوروبا، فما هي؟ طول النهر حوالي 130 كيلومتر. اسمه معناه الحياة. ثانيتين. هولندا؟ هولندا طبعاً. إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ إياد. ألمانيا إن شاء الله. طبعاً ألمانيا في وسط أوروبا. إجابة خاطئة. هقول معلومة واللي هيخطف البازر. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: أيسلندا، لوكسمبورغ، أيرلندا، سويسرا. يصب في خليج دبلن. زياد. أيرلندا. برافو عليك، أيرلندا. إجابة صحيحة. اتخطف البازر و10 نقاط. برافو عليك يا زياد. 20. مجمع الملك فهد، السعودية أول سؤال ليكوا في الجغرافيا. أنت جوكر؟ على حسب الماتش إن شاء الله. لسه. علمتوهم الخباثة، ها؟ هنشوف علمتوهم إيه كمان. جغرافيا والسؤال هو: في أي من دول شمال إفريقيا تقع محمية عين داكوك الصحراوية؟ مساحتها حوالي 57 كيلومتر مربع. محمية مشهورة بالحيوانات البرية النادرة. من أجمل الأماكن السياحية في الدولة دي. إياد إجابتك. الجزائر. إياد 10 نقاط. إجابة خاطئة. فرصة 10 نقاط يا زياد. تونس. تونس. زياد إجابة صحيحة.